من جديد عشان تسجيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد، حبايبنا الكرام، احنا اتكلمنا عن النعت، وقبل ما نشرح النعت قلنا في حاجة اسمها التوابع، والتوابع دي بكل سهولة معناها كلمات بتتبع ما قبلها في الإعراب. معناها ايه يا حبيبي؟ ها، كلمات تتبع ما قبلها في الإعراب. والإعراب أربعة: رفع ونصب وجر وجزم. نقولهم تاني: الإعراب رفع ونصب وجر وجزم. رفع نصب جر جزم، يعني القبلية مرفوع دي تاني مرفوع. شوف، المجتمع العماني، المجتمع دي مرفوع، العماني دي يا أولاد مرفوع. شوف، التقاليد الوارثة، شوف التقاليد المتوارثة، شوف التقاليد دي كسرة، المتوارثة برضو كسرة. ماشي، شوف: حفرة دائرية الشكل. تمام، حفرة دائرية، هذه مجرورة يبقى هذه مجرورة أيضا. هذا أولاد بنسميها التوابع، والتوابع أربعة، في علينا مكررين اتنين في الدرس الفصل الدراسي الأول، وفي اتنين كمان مكررين في الفصل الدراسي الثاني إن شاء الله. الفصل الدراسي الأول اللي هو العطف وكمان والنعت. العطف وإيه يا أولاد؟ العطف والنعت. درسنا النعت في الحصة السابقة. مين يقول لي بقى يا أولاد إيه هو النعت؟ يلا، عايز حد كده يجاوب. كنت عصو كيف قطع الصوت يا حبيبي؟ أنا سامعك كويس أهو. في حد تاني سامعني؟ في حد يقول لي كده يجاوبني؟ في حد يقول لي كده الصوت واضح ولا مو واضح؟ يمكن العيب من عنده هو. يا سارة الرواحي، الصوت واضح ولا لأ؟ يا عزبة، يا طيف، يا حنين، حد يجاوبني، الصوت واضح ولا مو واضح؟ استاذ ما واضح الصوت، تقطع بعد شوي. ماشي، كده واضح، كده كده الحين واضح ولا مو واضح؟ يا حبيبي تتكلم كده، صوت واضح ولا مو واضح؟ واضح الحين ولا مو واضح؟ الصوت واضح ولا مو واضح؟ واضح. طيب البنت اللي اسمها مدار البريكي تقفل المايك عندها، عامله ازعاج. بنقول يا اولاد في حاجه اسمها توابع. توابع يعني كلمات بتتبع ما قبلها في الاعراب، كلمات تتبع واضح قبلها في الايه، في الاعراب. خلاص كده، استخدم الشاشه تخطيط. الشاشه مالها؟ مالها الشاشه؟ طيب ناخد النهارده العطف يا اولاد. ادي العطف، العطف اهو هو انك انت تتبع المعطوف المعطوف عليه. يبقى هنا بيتكون أسلوب العطف من 3 حاجات. أسلوب العطف بيتكون من المعطوف عليه وحرف العطف
والاسم المعطوف. يبقى العطف يا ولاد بيكون من كم حاجة؟ ها مين يجاوب؟ مين بيجاوب؟ مين بيجاوب؟ مين بيجاوب؟ حبايبي اللي معايا هبعت لكم رابط غير الرابط ده، يبدو ان في مشكلة في جوجل. في سكة ولا كيف تاني؟ بسرعة مفيش نت خالص.
تصل تمام موجود. يا حبيبي مش عارف نت في ايه النهارده، مشكله كان هصلحه وانا معاك اهو، هنفصله ونشغله تاني. السلام عليكم، ازيك يا باشا؟ عامل ايه يا حاج بسيوني؟ كيف الاحوال؟ بعت لنا الفلوس ال 300 ريال اللي قال عليها احمد رمزي، رقم تليفونه مفعل زي ما انت قبل كده بعت لي عليه 200 ريال. ايوه ايوه حبايبي، حد معايا لسه؟ لا نعم، الصوت واضح الحين؟ لا ايوه، كيف مش هيك يا بسم الله الرحمن الرحيم شبابنا، عشان نشرح الدرس بتاع العطف. الصوت واضح دلوقتي ولا مش واضح؟ الصوت واضح. واضح يا حبيبي؟ ايوه استاذ واضح. طيب يا حبيبي ماشي، بنقول يا بنتي ان في حاجه في العربي اسمها التواب. تواب يعني كلمات بتتبع ما قبلها في الاعراب، قبلها مرفوع يبقى هي مرفوعه، قبلها منصوبه تبقى هي منصوبه، قبلها مجرور هي مجرور، قبلها مجزوم هي مجزوم. ماشي كده، خدنا التوابع دي اربع حاجات. الدرس الأول اسمه النعت، الدرس الثاني اسمه العطف، الدرس الثالث اسمه التوكيد، الدرس الرابع اسمه البدل. الفصل الأول هندرس النعت والعطف، والفصل الثاني إن شاء الله التوكيد والبدل. ماشي، ناخد العطف. قلنا الواد العطف بيتكون من ثلاث حاجات، حاجة اسمها المعطوف عليه، وحاجة اسمها حرف العطف، وحاجة اسمها ثم. حرف العطف الواو والفاء وثم أو، دي اسمها يا أولاد حروف الإيه؟ حروف العطف. ناخد أول حاجة الواو، حرف الواو. الواو تفيد مطلق الجمع، مطلق الجمع، يعني دايما بتجمع. مثلا حضر خالد وزياد، حضر خالد وزياد. ماشي يا أولاد، حضر خالد وزياد، تمام. فين بقى المعطوف وفين المعطوف عليه؟ في حضر خالد وزياد. ها مين هيقول فين المعطوف؟ فين خالد؟ خالد المعطوف عليه زياد، والمثل المعطوف فين يا ولاد؟ المعطوف زياد، صح كده؟ اسم المعطوف زياد. لما اجي اعرف بقى حضر فعل ماض مبني على الفتح،
خالد فاعل مرفوع وعلامته فعل الضم. فعليه أولاد بيعرب حسب موقعه في الايه في الجملة. حسب موقعه فين في الجملة. تمام. طيب والاسم المعطوف، الاسم المعطوف اللي هو زياد، يبقى حضر خالد وزياد. الاسم المعطوف عليه خالد، حرف العطف الواو، الاسم المعطوف زياد. طيب الاسم المعطوف يعرب حسب موقعه في الجملة، يعني هنا فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضم، والواو معربه حرف عطف، والزياد يعرب اسم معطوف، يعرب اسم ايه معطوف. بيتبع ما قبله في الإعراب، يعني خالد ده خالد فاعل مرفوع بالضم، يبقى زياد اسم معطوف مرفوع، اسم معطوف مرفوع، ده مرفوع ده مرفوع. طيب لما أقول كرمت خالدا وزيادا، كرمت خالدا وزيادا، تعال نشوف المثال ده، كرمت خالدا وزيادا، تعال نشوف فين المعطوف عليه وفين حرف العطف وفين الاسم المعطوف عليه. مين يا اولاد؟ ها المعطوف عليه مين؟ خالدا، وحرف العطف ايه؟ حرف العطف الواو. هقول لك ان شاء الله. حاضر. كرمت خالدا، خالدا هو ده اللي ايه يا اولاد المعطوف عليه، وحرف العطف واو وخالدا ان هي الاسم. اولاد هي ديت الايه الاسم المعطوف. طب خالد مين يعرب خالد بقى؟ كرمت خالدا، مين يعرب خالد؟ تتعرب فاعل مرفوع بالضمه. ازاي بقى فاعل بقى ازاي يا اولاد؟ انت ركز معايا في الجمله. كرمت هو تعب على طول كده فاعل، فاعل هنا حضر خالد ده الفاعل، حضر خالد وزياد ده كان فاعل. فاعل كرمت. اصبر يا ولد اصبر، ما تالفش نحو جديد ياض من عندك، تتالف نحو جديد انت يا سيبويه انت. كرمت خالدا وزياد، خالد هنا مش فاعل، خالد هنا انا اللي كرمته، انا اللي كرمته، يبقى خالد مفعول به، فهمت؟ مش فاعل. كرمت خالد، ايش كرمت دي اهي، كرم المدير خالدا وزيادة، يبقى خالد تعرب ايه؟ خالد تعرب ايه يالا؟ اسم. خالد تتعرب ايه؟ كرم المدير خالدا وزيادا، خالد تتعرب ايه؟ مين يعرف؟ مين يعرف خالد تتعرب ايه؟ انا كده مش كده مش هكمل، يعني عدد والمشاركه ضعيفه والحتى بيشارك بشكل مشارك غلط. كرم المدير خالد وزياد، خالد يتعرب ايه؟ جاوبه. معطوف مفعول به، بتعرب مفعول به حسب موقعه في الجملة، مفعول به منصوب، هو اللي وقع عليه التكريم. الواو حرف عطف، الواو هنا حرف عطف. وزيادا بتعرب بقى اسم معطوف، زيادة هو بتعرب اسم معطوف، اللي قبليه ده منصوب، التاني ده منصوب. خلاص كرم المدير خالدا وزيادا، خالد ده اسمه معطوف عليه، بتعرب حسب موقعه في الجملة. مرة في مثال الأول جه فاعل، حضر خالد وزياد، هنا فاعل، كرم المدير خالدا يبقى مرة مفعول به. ناخد كمان مثال، سلمت على خالد وزياد،
سلمت على خالد وزياد. يلا مين هيقول لي بقى فين الاسم المعطوف عليه وفين حرف العطف فين الاسم المعطوف؟ سلمت على خالد وزياد، معطوف عليه هو مين؟ خالد. ايوه حرف العطف هو ايه؟ الواو. وزياد هنا اللي هو الاسم المعطوف. تاني، سلمت على خالد وزياد. سلمت على خالد وزياد اهو، بعرفها منين؟ من حرف العطف اللي هو الواو ده. خلاص كده ماشي. خالد ده يا حبيبي اللي هو قبل حرف العطف بنسميه معطوف عليه خالد، حرف العطف اللي هو الواو، الاسم المعطوف اللي هو زياد ده اسم معطوف. طب يتعرب ايه بقى؟ مين يعرب خالد؟ محدش يقول معطوف عليه، لا بيتعرب حسب موقعه في الجملة. هتلاقي خالد ديت قبلها كلمة على وعلى حرف جر، يبقى خالد اسم مجرور. اسم مجرور. برافو، اسم مجرور وعلامة جره الكسر، والواو حرف عطف ثابت ما بيتغيرش، والزياد اسم معطوف. مجرور ولا مرفوع ولا منصوب؟ مجرور. مجرور عشان قبليه زياد مجرور، بس هو ده الشغل كله. يا أولاد طيب بقى. يعني ايه مطلق الجمع؟ الواو هنا تفيد مطلق الجمع بلا ترتيب. بلا ترتيب يعني هي بتجمع خالد وزياد هما الاثنين حضر، وخالد وزياد هما كبير كرمهم، وخالد وزياد هما انا سلمت عليهم هما الاثنين. ماشي ماشي حبايبنا. ايوه ماشي، بس معايا حصه اونلاين مش عارف اكلمك. ماشي حبايبنا. طيب ده بقى معناها كده، دي الجمع ده اسم مطلق الجمع. طب يعني ايه بلا ترتيب؟ بلا ترتيب يعني معرفش مين اللي جه الاول. حضر خالد وزياد، معرفش مين الاول فيهم. لو قلت حضر وخالد هيديك نفس المعنى، هيديك نفس الايه؟ نفس المعنى. نقول تاني، الواو تفيد مطلق الجمع بلا ترتيب. يعني ايه بلا ترتيب؟ يعني متى لو قلت خالد وزياد هي هيها زياد وخالد، ما فرقتش حاجه. خلاص كده يا اولاد ماشي. يبقى ده حرف الواو. احنا عندنا في اللغه العربيه اكتر من واو، انواع الواو هقولها لكم بقى. انواع الواو في اللغه العربيه، اللغة الايه العربية، واو او واو اللي هي واو حرف عطف. واو حرف ايه؟ عطف. زي ايه بقى؟ زي حضرة خالد ومحمد، تمام؟ ده حرف عطف. وفي واو تانية اسمها واو القسم. القسم بيجي بعدها حاجة عظيمة انا بحلف بيها، زي ما اقول والله ورب الكعبة وراس جدي الله يرحمه، ايه والمصحف الشريفة الشريف والنعمة، ايه الحاجات اللي انا بحلف بيها يا اولاد. الواو دي يا اولاد اسمها واو القسم. اسمها واو ايه بقى؟ ها واو الايه؟ واو القسم. فهمنا يا حبايبي؟ تمام؟ فهمنا يا اولاد ولا مش فاهمين؟ فاهمين. ايوه انتوا عسلاك كده شاطرين كده. ماشي حبايب عم طلعه. في واو بقى اسمها واو حرف عطف اللي احنا بندرسها النهارده، زي حضر خالد ومحمد، يعني هما الاثنين جم حضروا، شاطرين جدا خالد ومحمد دول. اما في واو ثانيه تعرفها بقى بنسميها واو القسم، يعني بيح واحد يقسم، يقسم مول والله ورب الكعبه وراس جدي وتربه ابويا والمصحف والنعمه وفي القران الكريم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى، والضحى والليل دي برضه ربنا بيقسم بيها، صح كده؟ ويقول رب العزة وعزتي وجلالي، هذه كلها يا أولاد اسمها واو إيه؟ واو القسم. واو تانية بقى اسمها واو المعية، واو الإيه بقى؟
واو المعي، عشان يجي سؤال في امتحان يقول لك يعني فرق انهي انواع الواو هنا، اكتب نوع الواو المقررة عليك، واو القسم، واو حرف العطف، واو المعية. واو المعية معناها المصاحبة، يعني معناها مع زي ما قول سرت والشاطئ، يعني سرت مع الشاطئ، سرت مع الشاطئ ماشي. سرت والنيلة معناها مع يعني بمحاذاة كده تمام. سرت دي مثلا واو الايه يا اولاد، واو المعية اللي بعدها بيكون منصوب كده، يكون ايه يا اولاد منصوب. طيب يبقى نرجع تاني بقى لحروف العطف، قلنا الواو والفاء وثم واو. ناخد الواو اول حاجة خلاص خلصناها، ندخل بقى على النوع التاني، الحرف التاني اللي هو حرف الفاء، تفيد الترتيب والتعقيب. الترتيب والتعقيب، شو معنى الترتيب والتعقيب؟ يعني يقول لك الاتنين جايين ورا بعض. هنا انا قلت حضر خالد وزياد، ما اعرفش مين فيهم جه الاول، ممكن حضر زياد وخالد هي نفس المعنى. وما اقول كرم المدير خالدا وزيادا برضو، ما انا فهمتش مين فيهم اللي اتكرم الاول، ما فيش فيها ترتيب. وسلمت على خالد وزياد برضو ما فيها ترتيب. اما حرف الفاء فيها ترتيب، الفاء يا ولاد تفيد الترتيب والتعقيب والسرعة. حضر خالد فزياد، فزياد يعني ايه يا ولاد؟ حضر خالد فزياد معناه خالد هو اللي حضر الأول، يعني ترتيبه الأول، وراه على طول الواد زياد، يعني لسه الباب ما قفلتوش، ومجرد ما رن الباب وفتحت الباب دخل خالد ولقيت الواد زياد وراه مباشرة. تعال نجيب الجدول اللي احنا شغالين عليه ده ونشوف فين المعطوف عليه وفين حرف العطف وفين الاسم المعطوف في المثال اللي قدامنا. حضر خالد فزياد، المعطوف عليه، المعطوف عليه خالد، وحرف العطف الفاء، والاسم المعطوف زياد. صح يا ولاد؟ صح كده؟ صح ولا مو صح؟ صح. طيب برافو، انت معايا صح صح، انت شاطر. حضر خالد فزياد. طيب يبقى هنا خالد بقى تعب حسب موقعها في الجملة. نقول حضر خالد، مين يعرب خالد؟ خالد تعرب ايه؟ حضر خالد ها فاعل، برافو، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الايه يا ولاد؟ ها الضمة الظاهرة، الضمة. برافو، فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، ممتاز. حضر خالد فزياد، الفاء هنا حرف عطف، ممتاز. وزياد زي ما قلنا بتعرب اسم معطوف. مرفوع ولا منصوب؟ أبص لخالد هنا، خالد مرفوع صح، يبقى زياد مرفوع هو كمان. ماشي يا حبيبي، زياد مرفوع وعلامة رفع الضم. صعبة ولا سهلة ديت؟ ضم ها صعبة ولا سهلة؟ سهلة. تمام. كافأ المدير خالدا فزياد، يعني ايه؟ يعني المدير حفلة كبيرة أوي، كرم الواد خالد وكرم الواد زياد، كرم الواد خالد وكرم الواد زياد، وهما الاتنين اتكرموا، بس فيهم واحد اتكرم الأول. اللي اتكرم الأول هو مين هنا؟ خالد، وبعدين حرف العطف، وبعدين زياد. صح كده؟ صح ولا مش صح؟ خالد يبقى خالد تعرب ايه؟ صح. خالد هز تعرب ايه؟ استاذنك قول يا حبيبي. قول يا حبيبي، قول يا بابا. فاعل. كيف فاعل بس يا عم؟ كيف الفاعل ده هو اللي بيكافئ؟ المدير هو الفاعل، المدير هو اللي بيكافئ، هو الفاعل.
يبقى خالد تعرب ايه بقى يا بتاع صف مفعول به. ايوه كده يا حبيبي صح صح بقى مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. برافو يا قلبي شاطر يا حبيب قلبي انت كده الفتحه. ايوه يا عسل انت صف والفاء هنا حرف عطف والزياد ده اسم معطوف. اسم ايه بقى؟ اسم معطوف منصوب ده كاف منصوب وعلامه نصب. كافأ المدير خالدا فزيادا. خالدا ده اسم معطوف فحرف عطف اسم معطوف هنا ايه زيادا معطوف عليه خالد حرف العطف الفاء. وهنا هنا يا اولاد بقى افاد الترتيب والتعقيب يعني خالد المدير ندى الاول وطلع كده على المنصه كده وقعد يرقص وبعدين الواد زياد جير وراه بسرعه بس خالد هو اللي اتكرم الاول هو اللي المدير اداله الجايزه الاول ده اسمه الترتيب. ماشي يا اولاد ماشي يا اولاد الفاء تفيد الترتيب والتعقيب. تعقيب يعني ترتيب يعني بسرعه. ناخد بقى ثم فاضل ثم اها ثم تفيد الترتيب والتراخي حاجه اسمها الترتيب والتراخي تفيد الترتيب وايه يا حبايبي والتراخي. شو معنى الترتيب والتراخي؟ ترتيب يعني اتنين ورا بعض زي ما قلنا خالد وزياد كده جايين ورا بعض بس بينهم مسافه طويله جدا بمعنى التراخي. قال تعالى ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. وقال هنا ليه ثم يا أولاد؟ لأن فيها ترتيب وتراخي. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذا كلام رب العالمين. قول تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون يعني بعد ما ربنا خلقنا وبث فينا الروح وأنشأه خلقا آخر. قال تعالى ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ما قالش الواو ليه؟ ما قالش الفاء ليه؟ عشان إحنا بعد ما ربنا خلقنا هنعيش فترة طويلة 50-60 سنة مثلا. وبعدين قال ثم وبعدين قال إنكم يوم القيامة تبعثون يعني بعد فترة طويلة فيها تراخي اهو بقى. شوف ده الترتيب والتراخي. ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. هذه يا أولاد عشان كده استعملنا ثم. ثم تفيد الترتيب والتراخي. الترتيب والتراخي. تعال ناخد مثال. حضر خالد ثم زياد. حضر خالد ثم زياد. ايه الفرق بين بقى الثلاثة دول يا اولاد؟ ايه الفرق بين حضر خالد حضر خالد فزياد حضر خالد ثم زياد؟ يلا مين عايز يجاوب؟ بيدل على ان خالد حضر اولا وبعديها بشوية حضر زياد. بيدل على ان خالد حضر اولا وبعديه بشويه حضر زياد. ان الجمعيه دي بتعمل بقى عقد. خلاص؟ قول تاني كده. بيدل على ان خالد حضر اولا وبعديه بشويه حضر زياد. ايوه كده. طب امال حضر خالد وزياد معناها ايه؟ يعني خالد وزياد دخلوا مع بعض. طب حضر خالد فزياد فزياد ها؟ حضر خالد وبعديه على طول زياد. ماشي حضر خالد ثم زياد. خالد حضر اول وبعدين بعديه بشويه زياد. ممتاز. لما اقول حضر خالد وزياد مين اللي فيهم دخل الاول؟ الاثنين دخلوا مع بعض. ممتاز. ممتاز. ممكن يكون الاثنين دخلوا مع بعض وممكن يكون ترتيب بس ما فهمتش يعني ما نفس المعنى يعني. زياد دخل الاول خالد دخل الاول مش هيهمني مش مهم في الحته دي. اما حضر خالد ثم زياد زي ما قال زميلك اسمك ايه يا حبيبي محمد؟ اسمك ايه يا عسل انت؟ عبد الله. عشت الاسامي يا استاذ عبد الله. العسل ده حضر خالد. يبقى اسم معطوف عليه خالد
وحرف العطف ثم وعمنا الزياد ده الاسم المعطوف. خالد بتعرب ايه بقى؟ بتعرب حسب موقعه في الجملة، صح كده؟ خالد بتعرب ايه خالد؟ ها؟ مين اللي حضر؟ خالد فاعل مرفوع علامة تفاعل الضمة، وثم حرف عطف، صح كده؟ وزياد بتعرب اسم معطوف، اسم إيه؟ معطوف اللي قبليه ده خالد مرفوع، يبقى داير اخر يكون مرفوع. مرفوع علامة تفاعل الضمة. طيب ماشي، تعالى ناخد كمان مثال. هناخد كمان ايه؟ كمان مثال. ماشي؟ اهو. طيب نقول ايه مثلا ايه؟ كافأ المدير خالدا خالدا ثم زيادا. كافأ المدير خالدا ثم زيادا. يلا حبايبي، المعروف عليه اسمه ايه؟ زياد. معطوف عليه حرف العطف ثم زياد. اسم المعطوف زياد. اسم المعطوف زياد ده زيادا هنا. خالد ده المعطوف عليه، وثم هو حرف العطف، زياد ده الاسم المعطوف. ماشي؟ نعرف بقى خالد يتعرب ايه؟ مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. كفأ المدير خالدا، خالد ده مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة. فتحة. وثم حرف عطف لا محل له من الإعراب. ماشي. وزياد اسم معطوف منصوب وعلامة نصبه الفتح. انت مسكر، انت حبيبي، انت ساكن فين يا محمد؟ 250 او 100 او 100 يا عبد الله. ساكن فين يا عبد الله؟ ليه بدل واحد البيت؟ ماشي. انا عندي ايه؟ راس العيد. في الزقاق. راس العيد. مسقط. مسقط. ماشي حبيبي. اسم معطوف منصوب، يبقى كافأ المدير خالدا ثم زيادا. خالدا ده زي ما قال عبد الله حبيبنا، المفعول به منصوب وعلامة الفتحة، ثم دي حرف عطف، وزيادا دي اسم معطوف منصوب. طيب مررت بخالد وزياد. مررت نعم. نعم يا حبيبي. مررت بخالد وزياد. ادي خالد المعطوف عليه، وبلاش دي واو دي، ثم دي، ثم حرف عطف، وزياد دي الاسم المعطوف. يلا خالد ثم زياد. يلا حبيبي. خالد تعرف ايه يا اولاد؟ اسم مجرور وعلامه جره الكسر. اسم مجرور وعلامه جره الكسر. اسم مجرور وعلامه جره الكسر. شاطر يا عبد الله. وثم حرف ايه؟ ها؟ حرف عطف. زياد ده يتعرف ايه؟ اسم ايه؟ ها؟ اسم معطوف مجرور وعلامه جره الكسر. معطوف مجرور وعلامه جره الايه؟ الكسر. طيب الحرف المتبقي بقى او. ماشي يا اولاد. الحرف اللي هو اللي ناقص او. او ديت ليها معنيه، تفيد التخيير وتفيد الشك. ليها معنيين، التخيير والشك. التخيير يعني انا بخيرك بين حاجتين، ديت وديت، مثلا كل التفاحة أو العنب. كل التفاحة أو العنب، يعني أنا بخيرك هنا بإن أنت تاكل تفاح أو تاكل عنب. ادرس
أو الرياضيات، يعني أنت تدرس واحد من الاتنين، يا إما العلوم يا إما الرياضيات. خلاص كده؟ ادخل علمي أو أدبي. تمام؟ الأخ اللي عامل إزعاج ده بطل إزعاج. سهل أحمد، اسمه إيه اللي بيعمل إزعاج ده؟ سهل أحمد. أنت من إزعاج ليه يا صالح يا حمد؟ هذه عبد الله بيكون. حاضر أنا هوريك. أنا التفاحة أو العنب، بخيره بقى ياكل تفاح أو ياكل عنب. ادرس العلوم أو الرياضيات، يعني ذاكر علوم أو رياضيات. ادخل علمي أو أدبي، هذا أولاد بقى بنسميه التخيير. أما الشك لما يقول رأيت قطة أو كلبا، يعني ماشي كده حاجة بالليل كده شافها وهو ماشي في الطريق ومش شايف، بقى بيقول رأيت قطة أو كلبا، يعني شاكك هنا، شاكك يا إما مش عارف قطة ولا كلب مش متأكد يعني. ماشي، رأيت قطة أو كلبا أعزكم الله. القطة دي هي المعطوف عليه أو حرف عطف، وكلبا ديت الإيه يا ولاد؟ الاسم الإيه؟ الاسم المعطوف. تعال نشوف تدريبات الكتاب كده. يلا حبيبي العطف، يلا اقرأ يا عبد الله. العطف مما يشتهر به المجتمع الروماني من العادات والتقاليد المتوارثة أيام العيد، تجهيز تنور الشواء. والتنور عبارة عن حفرة دائرية الشكل عميق، وعلى من يحفرها أن يرصعها بالحجارة الصلدة أو الإسمنت، حيث توضع فيها كمية من الحطب فتشتعل النار بها قبل إدخال اللحم 3 ساعات حتى تسخن وتنمو. سهل بكمل، سهل بكمل. من اختزال الحرارة، بعدها يوضع جراب اللحم فوقها، وعادة ما يشترك أهل الحي في تنور واحد، يتعاون الجميع في دفن التنور وتغطيته بأكياس الخيش المبللة، ثم يهال عليه يهللون ويكبرون، وعادة مما يترك اللحم تحت الأرض لمدة يوم كامل. بعدها يخرج فيوضع الشواء فوق مائدة الأرز، وتجمع الأسرة لتناوله معا في جو من الفرح والسرور. أحسنت يا حبيبي، ماشي أقرأ تاني. بيقول مما يشتهر به المجتمع العماني من العادات والتقاليد المتوارثة في أيام العيد، تجهيز تنور الشواء. والتنور عبارة عن حفرة دائرية الشكل عميقة، وعلى من يحفرها أن يرصعها بالحجارة الصلدة أو الأسمنت، حيث توضع فيها كمية من الحطب فتشعل النار بها قبل إدخال اللحم ب3 ساعات حتى تسخن وتتمكن الحجارة من أنت مين؟ روح صلي يا حبيبي، روح صلي، إحنا في صلاة هنا لسه ما أدنش. بعدها يوضع جراب اللحم فوقها، وعادة ما يشترك أهل الحي في تنور واحد، يتعاون الجميع في دفن التنور وتغطيته بأكياس الخيش المبللة، ثم يهال عليه التراب وهم يهللون ويكبرون، وعادة ما يترك اللحم تحت الأرض لمدة يوم كامل. بعدها يخرج فيوضع الشواء فوق موائد الأرز، وتجتمع الأسرة لتناوله معا في جو من الفرح والسرور. التنور ده يقول يعني الفرن، ماشي عبد الله؟ عبد الله نعم. التنور ده اللي هو الفرن يا عبد الله. تعال بقى نشوف، لاحظ الكلمات الملونة في النص. فين بقى الكلمات الملونة يا عبد الله؟ الكلمات الملونة فين؟ من العادات والتقاليد الصلدة أو الإسمنت. أنا مش شايف، أنا مش شايف الملون، كله عندي لون واحد. مش شايف حاجة معينة يا عبد الله؟ ولا يقصد الواو او
الواو او او ايوه هذه بقى عبد الله افعال ولا اسماء ولا ف... ايوه افعال ولا اسماء ولا حروف يا عبد الله؟ حروف. حروف هي تدل على ايه؟ النفي ولا العطف ولا الامر؟ العطف. العطف تمام ممتاز يا عبد الله. حيث تجد في الجمله الاولى ان كلمه التقاليد قد عطفت على كلمه ايه؟ التقاليد عطفت على كلمه ايه؟ الكلمه اللي قبليها العادات قليل العادات العادات والتقاليد العادات والتقاليد ماشي. لذلك تسمى كلمه التقاليد اسم معطوف صح كده؟ اسم معطوف. تسمى كلمه العادات معطوفا ايه؟ عليه. وتسمى ايوه تسمى الواو الواو بقى بنسميها حرف عطف. احنا بقى قلنا بقى في واو معيه واو معيه واو القسم احنا قلناها من شويه واو العطف وفي واو تسمى واو استئنافيه. واو استئنافيه يا عبد الله يا عبد الله لو عندك صوت جنبك اقفله يا عبد الله عشان في حد بيتكلم مزعج كده تلفزيون حاجه او حاجه شغاله. ايوه كده في واو يا عبد الله اسمها واو استئنافيه يعني اللي بعدها مبتدا اللي هي دي بقى اللي هي من اول جمله والتنور عباره عن ماشي دي بيجي قبلها فاصله او نقطه يعني هي معناها ان كلام جديد. والتنور عباره عن حفره دائريه الشكل العميقه. ماشي يا حبيبي ماشي ماشي. ديت بقى ايه؟ اوعى تقول لي بقى الشواء اسم معطوف وواو حرف عطف والتنور ده معطوف. لا ماشي الواو دي مش واو حرف عطف يا عبد الله. اقراها كده تاني اقرا كده من اول سطرين تاني كده هتعرفهم كويس. مما يشتهر به المجتمع العماني من العادات والتقاليد المتوارثه ايام العيد تجهيز تنور الشواء. والتنور عباره عن ايوه فهمت قال لك عباره عن شاطر يا ولد والتنور عبارة عن ايوه دي بقى واو اسمها استئنافية دي يا عبد الله يا عسل انت. استئنافية يعني اللي بعدها جملة جديدة بعدها مبتدأ وخبر ماشي. اما كلمة بقى العادات والتقاليد الواو دي حرف عطف ماشي. في واو تاني اسمها واو المعية. واو المعية بتيجي بمعنى مع تفيد المصاحبة وتكون مثل سهرت وضوء القمر يعني كأنه سهران مع القمر. واو تاني احنا قلناها اللي هي بيحلف بيها واو القسم زي ما نقول والله لا أكذب والضحى والليل والفجر وليال عشر ماشي وراس جدي والمصحف والنعمة هذه الكلمات. الواو دي اسمها واو ايه يا عبد الله؟ واو القسم. ماشي يا عبد الله. اذا الحروف الواو اول فاء ثم هي حروف ايه؟ هي حروف عطف تعطف ما بعد ما بعدها على ما قبلها فيسمى ما بعدها معطوفا ويسمى ما قبلها معطوفا عليه. ممتاز. يلا اقرا بقى الجدول دي يا عبد الله. أنا معطوف عليه العادات إعرابها العادات هنا العادات اسم مجرور وعلامة جره الكسر ظاهر من العادات اسم مجرور وعلامة جره الكسر. والمعطوف الاسم المعطوف التقاليد برضو اسم معطوف وعلامه جره الكسر. تمام التدريب يا عبد الله حبيبي حلو في الواجب والحصه الجايه نشوف نراجع مع بعض ماشي. الخلاصه بقى ايه الخلاصه كده يا عبد الله؟ العطف العطف هو ايه؟ اتباع المعطوف المعطوف صفحة 125 هو اتباع المعطوف اتباع مش اتباع اتباع يعني جامد فعل اتباع معطوف المعطوف عليه بواسطة حرف من حروف العطف تكون من ثلاث حاجات المعطوف حرف العطف والمعطوف يتبع المعطوف المعطوف عليه في الحالة الإعرابية الرفع والنصب والجر والجزم الأربع حاجات أهو خلاص كده معاني الحروف الأربع الواو والفاء ثم
الواو الجمع بين المعطوف والمعطوف عليه مطلقا، الفاء الترتيب والتعقيب، واو تفيد الحمد لله التخيير. قدم تعبيرا سرديا او رحمكم الله. رحمكم الله. ثم للترتيب مع التراخي، اذن المؤذن ثم صلينا جماعة، يعني بعد فترة زمنية طويلة. من اول التطبيق دي عبد الله واجب. التطبيق صفحة 126 و127. ماشي ماشي عبد الله. طيب هات صفحة 126 يا عبد الله كده، رقم 2. 126 رقم 2. اكمل الجمل الاتيه بحرف عطف مناسب مبينا سبب استخدامك لذلك الحرف. يعرف العماني بحسن الخلق نقط حب العمل. ها وايه؟ وحب العمل. وحب العمل. يسجد الامام نقط يسجد المصلون بعده. ها فيسجد المصلين. فيسجد المصلين. ايوه فاء فاء. في الاختبار ابدا بحل الاسئله، ابدا حل الاسئله السهله اولا نقط الصعب. ثم ماشي يا حبيبي، يلا يا ربنا يوفقك يا حبيبي. لديك فرصه واحده للاشتراك في مسابقه الالقاء الشعري. ها نقط كتابة قصة، يعني حاجة من الاثنين، إلقاء شعري كتابة قصة. إيه؟ بيخيره أو ممتاز. إلى هنا أكون قد وصلت إلى نهاية حلقة اليوم. شكرا لحسن استماعكم يا عبد الله أنت وزملائك الحلوين الطعمين المؤدبين. وفي حد عنده أي استفسار قبل ما أقفل الدرس؟ في حد عنده أي سؤال؟ لا أستاذ شكرا. فهمت الدرس يا بنتي كويس؟ ايوه بسمك.